السلام عليكم. اليوم غنوجدوا الحنجات ولا خبيزات، يعني بالشكل اللي كيبقى راجع ليكم، عامرين بحال الحشوه الجديده. والعجين عجين سهل. بالنسبه للعجين غنحتاجوا رابعه ولا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني زلافه، ونص زلافه ولا غير 100 غرام ديال الفينو ديال الدقيق ديال القمح. غنحتاجوا الملح وغنحتاجوا شويه سنيده. بالنسبه للفطائر اللي ما كيكتفوش فيهم الخميره، راه كنعجنوهم غير بالماء العادي اللي من الروبينه ولا الصنبور، يعني ما تنحتاجوش ندفيو الماء. وغتلاحظوا الفرق في الفطائر، حتى في الملاوي وحتى في المسمن، حاولوا دائما انكم تعجنوا غير بالماء العادي، يعني بلا ما تدفيوه. نحاولوا دابا نخلطوا هذه المقادير ونعجنوا بالماء كيف ما قلت، عادي ماشي دافي. اهم حاجه في هذا العجين هو انه خاصو يتدلك مزيان. دابا جمعت العجين، دابا هذا العجين ما مدلوكش، كناخذ غير شويه الماء، هادشي بالنسبه للمبتدئات. ونبقى ندخلو بحال هكا وانا كندلك. تبارك الله، المغربيه راه تعرف تدلك الخبز. غنخليو واحد 10 دقائق باش نشكلو الكره ديالنا. عندي البصله ونطحنها، غنطحن الفلفله، من بعد ما غنطحن الفلفله غنطحن صدر ديال الدجاج حتى هو شويه، هادشي كله غنشحرو. هانتوما تشوفوا دابا شحرت البصله والفلفله حمراء وخضراء، شحرهم مزيان خليهم تيطيحوا غير باش نزيد عليهم داك الصدر ديال الدجاج اللي طحنتو. دابا غنزيد الدجاج، غندير شويه الملح، شويه الابزار، شوية ديال سكينجبير، شوية ديال التحميرة، ونخلط شوية ديال الربيع. صافي، غنخلي الحشوه تتشحر مزيان وتتجاج، ونحيدها من فوق. من بعد ما درناها كويرات هانتوما تشوفوا جينا رطبه، غناخدو ندهنو سطح العمل بالزيت وغنطلقو، نحاولو نطلقوها مزيان تولي رقيقه. نطلقها ونحاول نعطي الطول، لان دابا غندير محنشات خصني الطول، هي تتبقى اختياري، يعني بغيتي ديري غير رغيفات عاديين مربعين من طبيعه الحال، ديري غير تحاولي تخرجي الدائره وتصايبي المربع. دابا انا عندي المحنشات خصني الطول باش ما تجينيش العجينه كثيره في اللويات باش ما يجي طايب من الداخل. دابا غنجيب الحشوه اللي طيبنا ونحاول نوزعها طوليا، هانتوما شوفو، نحاول ديما نصايب مستطيل. دابا غنزيد واحد شويه الموتزاريلا، هادي كتبقى اختياريه، انا نزيد عليا الاجبان، يعني نقدر ندير غير جبن احمر ولا اي جبن بغيت. ونلوي، غنصيب حد الرولو ونبدا نلوي فيه غير شويه. هانتوما تشوفوا العجينه راه عطيتوها الخاطر، ما كتقطع ما والو. غنلويه ونجيبو
غندير الجهه اللي محلوله هنايا من التحت ونبدا ندور. انا كنجبل هاد الدخلاني غنخشيه من التحت، نحاول نخشيه باش ما يتحلش ليا عن طريق. نقرصها غير شويه ونديرها في لاطا، نعاود واحده اخرى. هاهما غندهنهم غير بشوية الزيت وندخلهم الفران. بغيتو دهنهم بالبيض ولا بغيتو دهنهم بشوية الزيت، نزيد ليه شوية تحميرة وشوية الزعتر، تا هو تيعطي واحد المذاق زوين. أنا بغيت نخليهم ناضخ بحال هكا، دهنهم غير بالزيت، ندخلهم الفران بطبيعة الحال يكون سخون 190 ولا 200، يطيبو من التحت. نحضيهم غير يتحمرو شوية من التحت ونطلعهم من الفوق يتحمرو، وبصحة وراحة. هكذا كيجيو الحنشات ديالنا. انا زدت شويه ديال الفرماج روج من الفوق، الفرماج الاحمر. نتمنىكم تجربوهم، ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس ولايك وكومونتير محفز، وشكرا لكم.